مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من سلسله ابسطها لك في دقيقه هندسي. اليوم بدي احكي لك ليش ما بنصحك اذا كنت فريش جراجويت او جديد في الشغل انك انت تروح تشتغل في شركه من الشركات الكبيره اللي تيمها كبير، مشاريع كبيره والى اخره، او شركه متوسطه. وحبيت اني بالفيديو اللي قبل ان انا انصحك انك انت تشتغل بمكتب من المكاتب الصغيره اللي مشاريعها صغيره اللي بتقلب مشاريع بشكل كبير. يلا نشوف شو السبب. واحدة من الأشياء اللي أنا بعتبرها كثير سيئة أنك أنت الزبون لا تفكر حتى أنك أنت ممكن تلمحه في الشركات الكبيرة، سبيشال إذا كنت فريش جراجويت من 0 لـ3 سنين، فهذا إشي من سابع المستحيلات، ما راح تقابل الزبون في الشركات الكبيرة. بأول 3 لـ5 سنين من حياتك ما راح تقدر تقرب أو تشم ريحة إدارة المشاريع أو اتخاذ القرارات في المشاريع الكبيرة أو الصغيرة اللي تشتغل عليها الشركة، لأنه في ناس أعلى منك في البوزيشن، عندهم خبرة أعلى منك، هم اللي راح يكونوا بيقوموا بهذا التاسك. طبعا واحدة من النقاط الكثير مهمة في الشركات انه اذا انت مهندس مكتب انسال انك توصل الموقع، واذا انت مهندس موقع انسال انك انت توصل المكتب وتشوف الشغل اللي قاعد بيصير. فهاي واحدة من الشغلات اللي انت كثير ضروري تعرفها كمهندس جديد عم تدخل على السوق، انك انت تقدر تشتغل في المكتب وانك انت تقدر تزور الموقع تشوف شو اللي قاعد بيصير في الموقع. على الجهتين انت مستفيد، لكن في الشركات الكبيرة انت راح تكون في بوزيشن واحد، يمكن يحنوا عليك يحكوا لك يلا بدنا ناخذك سايت فيزيت فانت تشوف، او يكون المهندس اللي موجود في السايت اصلا متغيب او اجازة او الى اخره فانت تروح مكانه، مش اكثر من هيك. هلا بعد هدول النقاط اللي انا اختصرت فيهم ليش انت ما بحب انك تشتغل في شركه كبيره، بحب احكي شغله كثير ضروري، بحب احكي لك رايي في هذا الموضوع، انه من خبره 0 لـ3 سنوات فانا بنصحك تروح على مكتب صغير تشتغل فيه، تاخذ الخبره الكبيره الموجوده في المكاتب الصغيره اللي ما حدا بيحكي عنها تروح تاخذها. الشغله الثانيه من 3 لـ5 سنوات انك انت تشتغل في شركه متوسطه بحجم مشاريع متوسطه، تتعلم السيستم كيف يمشي وتتعلم كيف تاخذ البروجكت تشتغل فيه وتوليد التيم. بعد الـ5 سنين لـ7 سنين أو الـ7 سنين بلس انك انت تفتح يور اون بزنس، تفتح المكتب الخاص فيك، او انك انت تروح على الشركه الكبيره اللي انت حابب انك تشتغل فيها لكن في بوزيشن مرتب، بوزيشن منيح، تقدر تاخذ قرار، تقدر توليد تيم، تقدر توليد بروجكت اند سو اون الى اخره. بهي الصوره بكون اختصرت كل النقاط اللي بتحدد ليش انا ما بحب انك انت تشتغل في شركه كبيره من اول ما تتخرج لحتى انت تستفيد. وشكرا لكم ويعطيكم الف عافيه وسلام.